السلام عليكم. وعليكم السلام يا يوسف. ده ايه الصباح الجميل ده؟ شكرا. مالك؟ لسه شايف الحلقة بتاعت اللي اسمه حسن ده. ايه رأيك بقى؟ مش كان ليا حق اتخانق منه؟ لما حكيتيلي ما كنتش متخيل انه بالسفالة دي. ده كان ناقص يقول اسم الثلاثي. هو انا كنت هتجنن امبارح. بس انا هعرف اتصرف معاه. اوعى يا يوسف يجرك لطريقته السافلة دي. لا ما تقلقيش، انا اعرف من اللي ورا كويس. والله زمان يا مولانا وحشني اكل الحاجة. الواحد ياكل اكل زي دي في اول اليوم تسنده طول النهار. انت قاعد حد بيشوفك ربنا كتير. تعالى زي ده 10 مرات لو في اكل زي ده اجي لك كل يوم. لا انا بقى معلوماتي بتقول ان مراتك طباخه برنج. الاولانيه ولا التانيه؟ فاتتني دي يا ابو علي. بس انا بتهيألي التانيه دي ملهاش في الصنف. صنف ايه يا مولانا؟ دي لو شافت بطه مطبوخه تجري من قدامها. ايه؟ ما تضحكونا معاكم. لا حديث خاص بين التلميذ والاستاذ. الاكل طيب قوي يا شيخ والدي. لا يا شيخ، انت مش كان برضه الشيخ بتاعك وجه كان معانا وبارك لنا الاكل؟ والله بيبعت لك السلام يا مولانا وبيقابل جبينك. بس انت عارف المسؤوليه اللي اليومين دول عامله ازاي، والحرب مع بني علمان في عزها. بني علمان بس؟ بني علمان وغيرهم كمان. ايوه، عشان خاطر بني علمان قول اللي انت عايزه يا شيخ حسن، وزود شويه كمان وهمكش، وخليك جريء، واحنا علينا حمايتك من اي حد. الحامي هو الله. لو صاحب القناه قال لك نص كلمه نقفلها له. لا 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 بلاش نقفلها له دي. لحسن صاحب القناه يا ابو نسب. عندك بدل القناه 20 قناه، اختار القناه اللي تعجبك. لا 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 لا، خليه في ملعبه احسن ما يجي ملعبنا. انا بس بطمنه. مطمئن يا ابو حفص. ايه رايكم بقى نقوم نشرب الشاي؟ ايوه يا عم عبده. حسن ده نقط ضعف كلها عندي، اقدر افضحه وادمره بمنتهى البساطه، واطلع له اللي كان بيقوله قبل كده واللي بيقوله دلوقتي، ومستفيد من مين وبيقبض كام. بس انت طبعا مش هتعمل كده. اكيد مش هعمل كده، ولا دي اخلاقي ولا طريقتي. علشان كده انا بحبك. صباح الخير. صباح الخير. ميرسي. شكرا. استنى شوية بس. تحت أمرك. بس أتمنى إن هما ما يوصلونيش لدرجة الحرب اللي بجد. طب ما هي حرب فعلاً يا يوسف. لسه مناوشات. جايز على المستوى الشخصي، يعني بينك وبين حسن، بين حسن وخديجة، بينك وبين اسمها إيه؟ اسمها إيه مين؟ اسمها إيه دي اللي وافقت تتجوز حسن عشان تغيظك؟ إيه؟ كمان حافظ اسمها. أنت عايزاني أقول لك اللي ما تسمهاش؟ خلاص لا يا عم، خليني أنا الأحسن. طبعا انت احسن، ومش بس احسن من مي. انت ما ينفعش اي بنت تقارن بيكي اصلا. كده هتخليني اتغر. من حقك، لاني بجد بشوف فيكي مفهوم الست اللي في الدنيا، الام والاخت والبنت والحبيبه، واتمنى الزوجة. كان نفسي اقول لك كلمتين حب اعبر بيهم عن اللي جوايا، بس يعني الحقيقه بعد كلامك ده اي حاجه هقولها هتطلع مسخه. كفايه تبصيلي وانا هعرف جواكي ايه. حسن مش متخلف ولا حاجه يا مان، ده راجل عارف يعمل ايه امتى ويتحالف مع مين الساعه كام ويرجع يرميه الساعه كام. اوعى تكوني فاكره ان اللي عمله مع يوسف ده مجرد تخليص حسابات في عيله او غيره. لا يا تيمور، فيها تخليص حسابات وغيره. واسالني انا، حسن بيطلع كل عقده من يوسف دلوقتي. هو بس الغريبه طريقه فرش الملايه اللي ما كنتش متصوره انه يقدر عليها. حتى لو فيها جانب غيره، حسن دلوقتي يا مروه بيمثل طيار. هو عارف كويس قوي انه قوي وموجود. مين عارف، جايز بكره هو اللي يحكم. يعني فلوس، شهرة، سلطة، الحاجات دي تخلي البني ادمين يقتلوا مش يهاجموا زي ما هو عمل. عارف؟ رغم اني متضايقة من يوسف وتقريبا ما بنتكلمش بعض، بس انا عارفاه وحاسة بيه. هو اتغير ومش عايز يرجع لطريقته القديمة، وفي نفس الوقت بيحاربوه عن طريق جوز اخته، وهو لا قادر يرد بطريقتهم ولا قادر يسكت. احسن حاجة يتجاهله كأنه ما قالش أي حاجة. والجمهور؟ الجمهور عنده ميزان حساس يقدر يعرف مين الصادق من الكذاب. بقول لك ايه؟ يوسف مش لازم يعرف دلوقتي ان احنا اتجوزنا. ويعني مع ان الظروف مش مناسبه لاي مشاكل من اي نوع، بس انا في حاجه كده كنت خايفه منها. خايفه من ايه؟ خايفه اكون حامل يا تيمور. ايه حاسس الكلام اللي قلته على يوسف امبارح ده؟ قلت ايه يا عم عبد؟ ده مجرد خلاف فقهي. خلاف فقهي؟ تقوم تتريق وتقول حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ده تحبيش يا عم عبد. لزوم الضحك على الجمهور عشان يتقبل الاراء، زي الطرش كده جنب الاكل يفتح نفسك ومفيش منه ضرر. بقول ايه يا حسن؟ قول يا عم عبده. اكيد انت بتقول جواك
ايه الراجل ده اللي جايبني على مالا وشي عشان يقول لي قلت ايه وعدت ايه؟ العفو يا عمي. اسمعني للاخر، اوعى تفتكر انت ولا يوسف عشان بتطلعوا في التلفزيون وكل واحد فيكم قرا له كام كتاب في الدين انكم بتفهموا في الدين اكتر من واحد غلبان زي حالاتي. لا، الدين يا ابني هنا قبل ما يكون هنا، وربك رب قلوب. يوسف ابني اللي حب يا اللي بتتريق عليه، الحب غيره خلاه بني ادم. عقبالك. انت فهمتني غلط يا عم عبدو. جايز يا ابني. طب بعد اذنك يا عم عبدو عشان اتاخرت انا. يلا عشان تروح لمراتك وبنتك. قول لي هم عاملين ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضل فلوس الشهريه. خلي فلوسك معاك. ليه كفل الشر؟ في مثل قالوا المصريين اللي اخترعوا الفن والحكمه، ادعى على ابني واكره اللي يقول امين. اوعى تفتكر ان القرشين دول يخلوني ابيع يوسف. ما تكبرش الموضوع يا عم عبده. لا الموضوع كبير فعلا. اللي قدامك ده، الراجل اللي قدامك ده لو كان عايز يبيع ولا يطاطي كان عملها من زمان. مع السلامه يا حسن. يسلم بقك يا سي عبده. كنت بتسنطي علينا ولا ايه يا وليه؟ لا والله العظيم انا كنت واقفه في المطبخ والكلام جالي حد عندي لوحده. طب تعالي ما توقفيش، اقعدي عشان النونه. النونه؟ الله، طالعه من بقك زي العسل يا سي عبده. الواد حسن لما سالته على خديجه وبنته اتلجلج كده ورده ما عجبنيش. ما ده لا يكون مزعلها عشان كده باع يوسف. هو ده اللي عقلي وداني ليه. بس ما كنتش فاكر انه للدرجه دي. انا قلت يعني زعلانين مع بعض، متخانقين، مقصر معاها في الفلوس. انما يتجوز، يتجوز عليها ومين؟ اهو مين دي بقى سبب كل البلاوي؟ الست لما تنجرح بتبقى شرسه، بتبقى ولا الشيطان عقلها يوزن بلد ويطلع لها مخالب، وجايز اول واحده تتنهش تبقى هي. اساليني انا مدوبهم سبعه. سبعة يا بابا؟ أو ثمانية مش فاكر. يا قلبك يا حاج. هو أنا موديني في داهية اللي قلبي ده؟ ما أقدرش أشوف الجمال من غير ما أقدره وأدلعه وأحسسه بقيمته. يعني حسن ما جابوش من بعيد بقى؟ لا حسن ده واد واطي. لو كان الجوز اللي بيحبها كنا قلنا على رأي الست حكم علينا الهوى. إنما ده اتجوز قناة وفلوس وبرنامج يبرطع فيه لوحده، ما يعرفش ان الراجل اللي الست تصرف عليه بكره تركب وتدلدل رجليها. يا بابا حسن ما فيش دماغه الا يوسف، وسنين العذاب والغيره اللي عاشها يبلع الكلمه حتى لو كانت تزعل. بقولك ايه؟ نعم يا بابا. ما تاخديني خديجه. خليك يا وسيم، انا هفتح. السلام عليكم. معاكي. معايا. اتفضل يا بابا. حبيبي يا بابا. وحشتني يا بابا. طيب خش جوه بقى عشان الناس. ازيك يا خوخة؟ خوخة؟ فاكرة يا خوخة لما كانت أمك الله يرحمها تغير منك عشان ماليش كلام غير عليكي؟ خوخة راحت، خوخة جت، خوخة ضفيرها طولت، حط لها روج. وماله لما تلبس فستان احمر؟ هو الاحمر عيب ولا حرام؟ كانت امك بقى الله يرحمها تقعد تقول لي اقعد دلع فيها كده لحد ما تتلف امالها. عندها حق الله يرحمها. اوعي تقولي كده، ده انت ست الستات. روح قول له هو هيرجع، هيرجع مدلدل ويتمنى نظره منك بعد ما يخلص اللي عنده والكلمتين اللي حافظهم يخلصوا
وهي تبرد نارها من اللي عمل اخوكي فيها. هتدور لها بقى على واحد من توبها وهي من توبه. اسمعي كلام ابوكي، اسمعي كلام ابوكي اللي السنين عجنته وخبزته وهو عجنها وخبزها. ومين قال ان انا هستناه؟ اوعى تكوني ناويه تطلقي. طبعا يا بابا هتطلق. ليه كده؟ وعيش ذنبها ايه؟ ملهاش ذنب، بس انا كمان ماليش. كل واحد يروح لحاله، ولما يجي مدلل زي ما بتقول يبقى يحلها حلال. فكري كويس. حاضر يا بابا. الله، وحشاني قوي بابا من بقك. انا عارف ان انا نسيت عليك انت واخواتك. فاطمه احنا ولاد النهارده. لا النهارده ايه، ده انا ابن التاريخ، يعني اللي جاي ما يجيش عشر اللي فات. ربنا يديك طول العمر. بص يا خوخه، انا عارف ان مفيش اطيب من قلبك، وان لولا يوسف اخوكي ما كنتيش بعدت عني السنين دي كلها. خلاص بقى يا بابا، هنعيده ليه تاني بس؟ طيب عايز اوصيكي على الواد او البيت اللي هتجيبه تغريد ده. اخوكي اخوكي يا خوخه. ربنا يديك طول العمر يا حبيبي لحد ما تربي. مش ما ربي نفسي الاول.